مين منا ما يعرفش حد بيستخدم عدسات لاصقه اما بدل نظاره او حتى عشان يلون العين؟ لكن العدسات اللاصقه لها استخدامات تانية. احنا كاطباء بنستخدمها عشان نغطي سحابات القرنيه او البياضات اللي موجوده على العين عشان يبقى المنظر افضل والمريض ما يبقاش متضايق. كمان بنستخدمها للناس اللي عندهم فرق كبير قوي بين العينتين، سواء قصر نظر جامد او طول نظر جامد وما قدرش يلبس نظاره، فبنستخدم له العدسات اللاصقه بشكل برضه مؤقت. انما لو كنت بتستخدم عدسات اللاصقه لاي سبب من الاسباب، لازم تاخد بالك او تاخدي بالك من شويه حاجات ما تعمليهاش. اولا، العدسات اللي ما يتنامش بيها ممنوع ننام بيها، والدكتور هو اللي بيقول ممنوع انام بالعدسات لو الدكتور ما ادانيش تصريح بكده. تاني حاجه، ما استخدمش العدسات اكتر من الفتره المسموح بيها. في عدسات شهريه وعدسات يوميه، ما تخطاش الفتره دي عشان ما تاذينيش في عينيا. كمان العدسات لا تستخدم من شخص لشخص، ما استخدمش عدسات بتاعت واحد تاني عشان ما نقلش مشاكل وامراض لعينيا. كمان مهم قوي نعرف ان العدسات ما تتغسلش بالميه، ممنوع ننظف العدسات بالميه لانها ممكن تعمل مضاعفات خطيره بسبب احتواء الميه على بعض الكائنات اللي ممكن تضر قرنية العين وتعمل مشكلة كبيرة. اللي عايز اقوله لحضراتكم انه العدسات لها شروط خاصة لاستخدامها، واللي بيقول عليها الدكتور. ما نشتريش العدسات اللاصقة لا من صيدلية ولا من كوافير، لان ده هيؤذي العين جدا وممكن لا قدر الله ينتهي بقرحة في القرنية وخراج في القرنية وعمليات جراحية كبيرة، ولا قدر الله في بعض الاحيان شفنا فقد للعين بسبب سوء استخدام العدسات اللاصقة. أرجوكم استخدموا العدسات تحت إشراف الطبيب.